أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج حصاد الأسبوع لكرة السلة القطرية. استمرار لجنة التطوير في مباريات منتخبي تحت 14 و 16 سنة التمهيدية هذا الأسبوع على أن تستكمل الأدوار الإقصائية الأسبوع المقبل. لجنة 3 على 3. أقامت اللجنة اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع استعدادا للجولة العالمية لثلاثة على ثلاثة التي ستقام في كتارا شهر إبريل المقبل. عودة تدريبات مركز التطوير للميني باسكت تحت 11 سنة ليكون نواة للمنتخبات الوطنية وإعداد اللاعبين بالمهارات الأساسية المطلوبة. بدء مباريات الدور الثاني للفئات السنية الأشبال والناشئين والشباب لتحديد ترتيب المراكز وتحديد بطل الدوري العام لهذا الموسم. وننتقل الآن إلى الدوري العام. بدأت مباريات الأسبوع بلقاء الشمال المتصدر مع الأهلي وانتهت بفوز الأهلي ليلحق بالشمال الهزيمة الثانية له بالموسم بـ 91 مقابل 84 نقطة. اللقاء الثاني لم يختلف عن اللقاء الأول حيث ألحق الريان بالسد المتصدر الهزيمة الثانية بـ 80 مقابل 59 نقطة. في اليوم الثاني كانت اللقاءات متكافئة حيث جاءت مباراة قطر والغرافة حماسية ومتكافئة حتى الثواني الأخيرة وحقق قطر الفوز بالنهاية بـ 75 مقابل 73 نقطة. كانت المباراة الثانية بين طرفي نهائي النسخة الأخيرة العربي والوكرة وجاءت كالعادة حماسية ومتكافئة وانتهت بفوز العربي بـ 74 مقابل 69 نقطة ليستمر الصراع لدخول المربع الذهبي. في ثالث الأيام تمكن السد بعد اكتمال صفوفه من الفوز بسهولة على الخور بـ 89 مقابل 67 نقطة. اللقاء الثاني جاء متكافئاً بين الأهلي والريان وبعد منافسة قوية تمكن الأهلي من حسم اللقاء في النهاية على الريان بـ 69 مقابل 60 نقطة. وفي يوم من الإثارة والحماس جاء ختام الأسبوع بين الفرق المتنافسة على المراكز الأولى، ففي المباراة الأولى تبادل فريقي الوكرة وقطر التقدم ولم يحسم اللقاء إلا في الثواني الأخيرة لصالح قطر بـ 69 مقابل 66 نقطة ليستمر النزاع على الصدارة. وفي المباراة الثانية تمكن الشمال من الفوز على العربي بصعوبة كبيرة بـ 79 مقابل 76 ليحافظ الشمال في المشاركة أيضاً بالصدارة والتواجد مع الأربعة الكبار. وفي الختام إليكم جدول المباريات والفعاليات للأسبوع المقبل مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الأندية.